شنو وقع سيدي؟ كتبان لي مريض بزاف وما تقدرش تكمل هاد المعركة. من الأحسن نرجعوا لمراكش ونكلف محمد الصغير يكمل هاد المعركة. ما تخافش عليا، ولكن أنا ما عرفتش واش غنبقى حي حتى الغدا. الله يحفظك لينا سيدي، والله يبعد عليك الباس. كان هذا هو الحوار اللي دار بين السلطان مولاي الحسن الأول والحاجب ديالو با حماد، المعركة اللي كان كيترأسها السلطان ضد القبائل الجنوبية القريبة من نهر أم الربيع. حس السلطان بشدة المرض بسبب الالتهاب الكبدي اللي بانت الأعراض ديالو على السلطان أواخر سنة 1893 في مدينة مراكش. السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله الداهية اللي عاقب كاع الخطط الأوروبية وحاول أنه يرجع القوة للمغرب بإعادة إنشاء جيش جديد، لكن المشكلة اللي كانت عائق قدامه هي ثورات داخلية مرة في الجنوب ومرة في الشمال، الشيء اللي خلاه ما يكملش هاد العمل ديالو كما رتب ليه. والسبب وراء هاد الشيء كامل كان هو سياسة السلطان اللي كان كيسير المغرب بداك الشيء اللي عنده، وحاول أنه يتفادى ما يمكن أنه يتسلف من الدول الأوروبية ويديروا بهاد السلف السبة ويحتلوا المغرب، الدولة الوحيدة اللي مازال ما دخلوها الأوروبيين. أما تونس ومصر والجزائر فراه كلهم ولاو دول محتلة من طرف القوى الأوروبية العظمى. لكن وخا هكاك حاولت فرنسا وبريطانيا أنهم يفرضوا الحماية على المغرب، إلا أن السبب اللي خلاهم يتراجعوا هو المعارضة اللي وقعت ضد هاد الدول، بالإضافة لإسبانيا والبرتغال اللي بينوا نيتهم في استعمار المغرب خاصة ألمانيا. المهم الدول الأوروبية كلها كانت كتنافس مع بعضها على شكون غيحتل أكبر عدد من الدول الممزقة والضعيفة. حتى من الدولة العثمانية اللي كانت موحدة الدول الإسلامية غتسقط في يد الأوروبيين، خصوصا دول البلقان والجزيرة العربية وسوريا، ثم تونس في سنة 1881 اللي غتسقط في يد الفرنسيين، وبعدها مباشرة غتدخل بريطانيا لمصر سنة 1882. المهم هادشي كله وقع في العهد ديال السلطان الحسن الأول، والدولة على قد الحال. حتى المساعدات اللي ممكن يجيوك من الدول العربية في الشرق أو في الجنوب، فلكم أن تتصوروا دولة المغرب وحيدة مستقلة بين مجموعة دول مجاورة كلها محتلة. الجزائر اللي مشاركة معنا الحدود في الشرق مستعمرة من الفرنسيين، والسنغال في الجنوب حتى هي مستعمرة من الفرنسيين، وحتى من الشمال كاين إسبانيا والبرتغال اللي بينهم وبين المغرب أصلا كاين عداوة تاريخية. لكم أن تتخيلوا حكم المغرب في هذه الفترة العصيبة، الدول الأوروبية ضايرة بيك وكتحاول تغري القبائل داخليا بالمال باش يحاولوا يضعفوك ويخلقوا صراع داخلي في المغرب باش يقدروا يديروا بها السبة ويدخلوا للمغرب زعما يديروا لك الحماية. لكن السلطان الحسن الأول رحمه الله رغم كاع هاد المشاكل بقى محافظ على استقلال المغرب، وحتى شي دولة ما قدرت تحط صبعها في الأراضي المغربية في الوقت اللي كاع الدول العربية والإسلامية كانت تحت الاستعمار الأجنبي. لو أن القبائل اللي كانت كتستنزف قوة جيش السلطان داخليا وقفت مع قرارات السلطان لما كان المغرب غيسقط في يد الفرنسيين يوما، لأن السلطان الحسن الأول رحمه الله كان سلطان رحيم بشعبه، كان كيستقبل الناس وكيسمع المشاكل ديالهم اللي طبعا كان كيحاول أنه يقادها بالرغم من الضعف اللي كانت واقعة في الدولة. أما فرنسا فكانت كتشوف استعمار شمال إفريقيا بالكامل ما خصو إلا المغرب، الشيء اللي خلاها تقرر فرض الحماية على المغرب. لكن في الوقت اللي حاولت فيه فرنسا تعلن على فرض الحماية غادي تجيهم واحد ضربة من الخلف، وكانت النتيجة ديالها هي احتلال ألمانيا لمدينتين فرنسيتين. هاد المشكل غيخلي فرنسا تخسر عدد كبير من الجيوش، الشيء اللي خلاها تقبل بالحضور المؤتمر اللي اعلن عليه سلطان المغرب مولاي الحسن، اللي رفضت فرنسا في الأول أنها تشارك فيه لأنها كانت عارفة ذكاء ودهاء السلطان المغربي اللي فعلا غادي يخلي الفرنسيين بالعقل، بحيث أن السلطان اعطى نفس الحقوق والصلاحية اللي كانت كتوفر عليها فرنسا لكل من ألمانيا العدو اللدود ديال فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبريطانيا، شيء اللي أجل سقوط المغرب لمدة ثلث قرن.
لكن رغم ذلك فرنسا كانت خايفة تمشي لها المغرب لأنها كانت مستعمرة قاع الدول المجاورة بحال تونس والجزائر والسنغال، شيء اللي خلاها تخلق مشكلة ديال الصحراء المغربية وتعلن على أن القبائل الصحراوية قبائل مستقلة وأن فرنسا بغت تفرض الحماية ديالها على السكان. لكن السلطان الحسن الأول رحمه الله كان ذكي بزاف، وفين ما كتحط فرنسا يديها إلا وكتلقى السلطان المغربي اللي عين والي على الأقاليم الجنوبية واللي من بعد غادي يقاوم أي تدخل غير قانوني للفرنسيين في الأراضي المغربية. عرف السلطان مولاي الحسن الأول كيفاش يسير الأوضاع في دولة مليئة بالمشاكل. هاد الأفعال اللي قام بها السلطان خلاته يكون قدوة عند المغاربة حتى بعد الوفاة ديالو. وأثناء تفكيك واحد التمرد في القرب من مدينة مراكش غادي تزاد الحال على السلطان مولاي الحسن الأول بسبب مرض الالتهاب في الكبد، الشيء اللي خلاه يرجع للخيمة ديالو ويكتب بخط يديه الوصية اللي كيعلن فيها أن المولى عبد العزيز هو السلطان الجديد للمغرب. ومع تسعود الليل من يوم 6 يونيو 1864 غادي يتم إعلان وفاة السلطان مولاي الحسن الأول، واحد من أعظم السلاطين على المغاربة. بالزربة بعد ما تعلن هذا القرار الحاجب بحمد جمع القواد العسكريين والوزراء اللي كانوا معهم في هذه المعركة باش يسينيوا على المبايعة للسلطان الجديد مولاي عبد العزيز اللي كان في فاس، ويكون بهذا حقق الوصية الأخيرة ديال أعظم سلطان في هذه الفترة، السلطان الحسن الأول اللي كان أكثر من صديق للحاجب بحمد. بحمد اللي خفى حقيقة وفاة السلطان حتى وصلوا للعاصمة وتم مبايعة السلطان الجديد مولاي عبد العزيز. أثناء السير ديال القافلة ديالهم من مراكش للعاصمة حاول بحمد أنه ما يبينش أن السلطان راه مات، وأثناء المسير كان في ما كيوصل شي بلاصة كيطلب أو لا كيقول أن السلطان كيطلب الماء أو أنه كيطلب شي حاجة ما يأكل باش أنه ما يبينش أن السلطان مات، خصوصا وأن الأعداء كانوا دايرين بالمغرب بزاف. وبقى على هذا الوضع إلى أن وصلوا لمدينة فاس وتم مبايعة السلطان الجديد مولاي عبد العزيز، السلطان اللي تولى حكم المغرب في سن 16 سنة بنفس الفكر اللي كان كيخدم به الأب ديالو مولاي الحسن الأول. وهذا الشيء كان راجع طبعا للصدر الأعظم بأحمد اللي وصاه السلطان مولاي الحسن الأول باش يكون دائما في جنب الإبن ديالو مولاي عبد العزيز، وفعلا ذاك الشيء اللي كان بحيث بقات الدولة مسيرة بسياسة بأحمد واللي خداها من السلطان مولاي الحسن الأول.